أهلا وسهلا مهندس. يا صباح النور، يا أهلا وسهلا، صباح السعادة، صباح الرضا، حياك الله أبو عبد الإله أبو سارة. الله يحييك الله ويبقيك. يبقيك. خلينا نتكلم عن منتدى السعادة الدولي وعن أهدافه وأهميته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بحول الله تعالى اليوم ينطلق افتراضيا فعاليات منتدى السعادة الدولي على شرف معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي، ضيف شرف هذا المنتدى. ويضم المنتدى في هذه النسخة الأولى الافتراضية 31 متحدث، سواء من في الجلسات أو في ورش العمل أو في الجلسات الاستشارية. جميل. كيف سيكون افتراضيا يعني؟ وأيضا بالنسبة للحضور اللي حابين والله يطلعون على هذا المنتدى؟ طبعا هو راح يبث من عبر احد البرامج الخاصه بوسائل التواصل المرئي اللي هو زوم، واصبح فيه الان تسجيل في الموقع لعدد كبير جدا، تم توزيع الروابط الخاصه، وراح يكون افتراضيا بهذه النسخه بتجهيزات اشتغلنا عليها حقيقه خلال اقل من الشهرين الماضيه، حيث نظهرها بشكل كامل. اليوم ذكرتم الأهداف والمنتدى. المنتدى اليوم جاء للتأكيد زي ما تفضلتوا الآن قبل قليل على التأكيد على نشر مفهوم السعادة اللي أصبحت اليوم معيار مهم تقاس به التميز في جودة حياة الدول. والمملكة العربية السعودية احتلت أو تقدمت إلى المرتبة 27 عالمياً في مقياس السعادة العالمي لعام 2020، والثانية على مستوى الدول العربية بفضل الله تعالى. وبهذا تكون للسنة الثالثة على التوالي تقدم كبير جداً للمملكة العربية السعودية. جميل. مهندس محمود، ذكرت أنه هناك يعني سيقدم ورش عمل من خلال هذا المنتدى، ممكن تطلعنا عن أبرز ورش العمل الموجودة وما الذي سيقدم من خلال هذا المنتدى، المنتدى السعادة الدولي؟ طبعا المنتدى ينقسم إلى يومين، اليوم الأول، وستبدأ أول فعاليات اليوم الساعة 1 ظهرا بعقد أول ورشة عمل في المنتدى، وأيضا سيتبعها على الساعة 5:15 بمسيئة الله تعالى أول جلسة من الجلسات، وهذه الجلسة اللي تتكلم عن الإسهامات السعادة التنموية للفرد والمجتمع، وهو أول موضوع سيطرح. يليه من ضمن المواضيع والمحاور موضوع وهو عنوان هذا المنتدى، وهي السعادة المهنية. ثم نتكلم عن برنامج سفير السعادة الدولي، ونختتم بمعايير السعادة العالمية. هذه أهم أبرز المحاور الرئيسية اللي يدور حولها هذا المنتدى. أما بالنسبة لورش العمل، ورش العمل ستتكلم حول موضوعين. الموضوع الأول تجربة من خاض برنامج سفير السعادة الدولي وما أثر عليه وكيف وصل وكيف غير في حياته، وأيضا مجموعة من الممارسين الذين انتهجوا منهج التعلم لموضوع السعادة وكيف أثر عليهم وعلى حياتهم بشكل مباشر. جيد. أيضا يعني الحديث عن معايير السعادة وتطبيقها، خصوصا أنه تترجم كقواعد ثابتة، أيضا الحديث عن وظيفة مستشار السعادة وكيفية نوعية هذه الوظيفة، كيف سيكون الأمر؟ طبعا أحد الأهداف الرئيسية في هذا المنتدى إضافة إلى نشر مفهوم السعادة هو إقرار أو التوصية بإقرار وظيفة مستشار السعادة لدى كافة القطاعات، سواء كان القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع الربحي. وحتى يتم ذلك اخترنا مجموعة من المتحدثين ومجموعة من الجهات المشرعة لهذا الموضوع، فكان على رأسهم مشاركة الهيئة العامة للإحصاء، ثم مشاركة صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، ثم مشاركة من وزارة الصحة تمثل جانب القطاع الحكومي في هذه الوظائف، خاصة أن هذه الوظيفة متواجدة في وزارة الصحة، وأخيرا
يمثل القطاع غير الربحي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التنمية الاجتماعية للخاصة بالقطاع غير الربحي يمثلها المهندس سليمان بويس. أتمنى لكم التوفيق مهندس محمود العوضي رئيس الشركة المنفذة للمنتدى وأيضا مدير المشروع. يعطيك العافية.